والعلم الخامس من علوم القرآن هو علم الرسم والضبط، فهذا القرآن معجز من كل وجه، وقد رسمه الصحابة الكرام فكانوا يكتبونه في العهد النبوي على ما تيسر، فيكتبونه على في الصحف والألواح وعلى سعف النخل وعلى الرقاع والجلود، ولم يجمع في مصحف. فلما كان في أيام أبي بكر الصديق وقتل عدد من القراء في معركة اليمامة جمع القرآن في الصحف، ولكن لم يرتبه على العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت خلافة عثمان واختلف كثر اختلاف الناس في القراءة، أمر عثمان بكتابة المصاحف الستة وجعلها أصلا ووزعها على الأمصار، وأمر بإحراق ما سواها من المصاحف، فكانت هذه المصاحف هي الأصول، وسمي كل واحد منها بالإمام، ومنها انطلاق القراءات. وهذه المصاحف رسم الصحابة فيها رسما معينا تقرأ منه القراءات كلها، فجميع القراءات المتواترة تقرأ من الرسم، ولا يقع في ذلك إلا اختلاف يسير جدا في زيادة بعض الحروف في بعضها، كالمصحف المكي زيد فيه في سورة التوبة لفظ من تجري من تحتها الأنهار وليست موجودة فيما سواه من المصاحف، وكذلك المصحف الكوفي مثلا زيدت فيه الواوات في وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، وزيادة الفاء في سورة الشوراء ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وإبدال الواو فاء وإبدال الفاء واو في سورة الشمس ولا يخاف عقباها، وكذلك زيادة هو في سورة الحديد هو الغني الحميد، وكذلك بعض الاختلاف اليسير في غير ذلك من المصاحف. فالمصحف الشامي مثلا فيه رسم لا تقرأ إنما يوافق بعض قراءة أهل الشام، وهو أجعلتم سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام، فإن الرسم الشائع في المصاحف كلها سقاية بإثبات الألف غير حذف، وكذلك عمارة بإثبات الألف، ولكن الحذف هو قراءة الشاميين، وقد ورد ذلك في مصحف من هذه المصاحف. فإذا كل القراءات المتواترة إما أن تكون مقروءة من كل وجه في المصاحف العثمانية كلها، وأن تكون موجودة في بعضها، وكذلك الضبط الذي اتفق عليه التابعون، فإن الصحابة كتبوا المصاحف ولم يجعلوا فيها نقطا ولا شكلا، وحذفوا منها هذه الحروف التي تؤدي إلى الاختلاف في القراءة، فالنقط مهم في اختلاف القراءة، مثل الذين هم عباد الرحمن أو الذين هم عند الرحمن، كيف ننشزها كيف ننشرها إلى غير ذلك، وكذلك الحروف المحذوفة كالألفات والياءات ونحو ذلك، وأيضا رسمت حروف زائدة على أصل النطق فلا تقرأ بأي وجه من الوجوه، وذلك مثل السماء بنيناها بأيد فزيادة الياء كتبت بياءين، كتبها الصحابة بياءين، ولا يقرأ ذلك إلا بالنطق المعروف الذي هو بأيد بياء واحدة ونحو ذلك. فهذا علم الرسم يكمله علم الضبط الذي اتفق عليه التابعون فأثبتوا النقاط والشكل، وهو علم مهم كذلك مفيد لا بد منه، هو مكمل للرسم.